ولا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. إذا كان عندك واحد مثل هيك أخ أو رفيق لا تنسى تاكيله. شو؟ كيف كانت الطلعة؟ حلوة؟ ايه والله كانت طلعة حلوة. المهم انبسطنا، المهم انبسطنا. المهم انبسطتوا ما؟ قلت لي بتعرف شو معنات المهم انبسطتوا؟ يعني المهم انه اكلتوا اكبر خروف بحياتك، اكبر خروف بحياتك اكله انت هلا. المهم انبسطت قلت لي لك. انه خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح.